كرة بالإمكان أن تكون مباشرة من جانب بيرلو، يتقدم أرسلها في المكان السليم، هذه خطيرة وبوغبا يسدد، جول جول. البديل يأتي بالهدف الأول، البديل بوغبا، لكن بداية الهدف، بداية الهدف الكل كان يتوقع بأن بيرلو يسدد، هو أرسلها، والمتابعة من بوغبا، وبوغبا بالتالي يخلي هذه المشجعة العاشقة للاتيو في حالة ذهول، لأن الفرنسي الشاب الصغير يأتي بالهدف الأول ويتقدم اليوفنتوس بهدف للاشي. شوف الهدف ولامعة في موسم يبدو جميلا وناجحا بكل معنى الكلمة. الكرة تنقل من جانب بيرلو، يا سلام منقولة، وهذه خطيرة في المكان الخطير، جول ثاني لليوفنتوس. الكرة السريعة المرتدة الخطيرة، المدافع كليني هو من قام بدور المهاجم الصريح، وأعطى اليوفنتوس كذلك تقدما صريحا جدا. الآن الكرة الماضية، عمل كبير من جانب بالفعل اللاعب لشتاينر، وبعد ذلك اللاعب اللي كان في صورة المهاجم وهو المدافع، إنه كليني، جورجو كليني يأتي الآن ويتقدم الآن. كليني لا شيء، هل أصبحت أقرب لليوفنتوس أم أن خطيرة خطيرة، الله الله، ماذا يفعل اليوفنتوس؟ اليوفنتوس يتقدم بثلاثة أهداف مثيرة جدا، مثيرة جدا. الثالث لشتاينر، سيناريو كبير وسيناريو جميل، ولحظة الكرة، الله 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 الله، هذا يوم يبدع فيه المدافعين، ويأتي لشتاينر اللاعب الذي يدين بالفضل للاتيو في بروزه على مهم. والتقدير لما يقوله تاكي ناردي، هذه كرة الآن إلى فيدال، وهذه كرة خطيرة، والكرة لازالت خطيرة، والكرة، الله 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 الله، أوه أوه أوه. يا لها من ليلة ثقيلة جدا على لاتيو، ويا لها من ليلة سعيدة جدا للبيانكونيري والضيف الجديد بالرقم 10. أنا الآن شايف الكرة الماضية وطريقة الهدف بطريقة ممتازة، لعبت ونقلت وأرسلت بالكعب، وكانت التمريرة، وكانت التسديدة بالرأس، وكانت المتابعة، وبعد ذلك هاتف.